يو شوب اخباركم مع مايكم فيديو اليوم مع تقريبا بعيدنا شنو مع نهاية السيزون ما ادري هذا السيزون حاسه مرة طول يعني ما حسيت فيه الفعاليات اللازمة فعشان هيك فيديو اليوم فيديو تيك توك ربط المواضيع عندي عجيب اكل على شباب فيديو اليوم بكل بساطة هنشوف التيك توكات العربية بدل التيك توكات الاجنبية واي لا خلتهم السلسلة متعودين عليها لازم اعطيك شو بغنى وخلينا نبدا على طول الاسم هذا قلت له عارفين وين انت عبدود يا رب انه يترول يا رب انه قاعد يترول يا رب انه قاعد يترول ما بيبدا فيديو تيك توك بالطريقه هذه يا ربي قاعد يقدر تقول انت بس ما هيك عامل ايديت وعالي بس رانك 30 شكله يترول شكله يترول عادي زي كذا براو نزل في سنه براو ستارز اوكي 2019 بما كل السنين حلوين جوي الاشياء ذي دوز 2018 ليون اوكي 2019 ساندي حلوين مع انه نزل ماكس بعد امبر عم حد بس الاساطير دود لا باز ما ادري اللائحة شوي يقدر ينفذ فيها اكثر ويتناقش فيها اكثر. لا براو ستارز يا مال الله فجأة ايش؟ كان على مسلسل فيديو براو العربي ما يكون في اشارة لاج، هذا شيء اساسي. هتلاقي كذا فيديو كلين ما فيه ابدا عن تلاج لا هذا شيء مستحيل. او صاحبنا رامي اهربوا مرة يصير شو داون. ده مين لعب شخصية اوه شوف شو التيم. الله القرف حقين السولو يا اخي ودي يا شاب مشكلة حقين السولو تمام راحتهم كلهم كذا يلعبون باور ليج عادي يصيرون بلا لايف الباور ليج والله احس فيلا اكثر مع انه حينجلطوا حقين الباور ليج السين بس احسن من القرف هاد احسن من الرفع هاد خايف يغدرك سهل انت غدر اول عبيت ميك سنس تقول يا اخي اذا بيغدرني حالي شوف ما شابون حط الصبر فيه لغايه الماكس يتخيل تاني مع شنو مع الصبة والمسافة بيناتكم هلا قد دود يعني ايش الغباء ذا انا مو لاعب سولو اعرف قوانين حق التيم زيادة ايه التيك توك اليوم كله عبارة عن سولو شو تيم هالشخصيات 10 ايام ما يصير الدمج 10 المدى 10 9 الصبر 10 اعطف خايس بس الصبر 10 10 الدمج خايس كدمج اوكي بس كضربي يا ابو كلب طيب اني 10 10 اغلب الشخصيات هيكون 10 10 على التقييمات يمينا كارفاخال لو انك يا اخي بس شايل الابيض اللي وراهم لو كل يوم بصيت بي ان جي مش احسن بس يلا اوكي قدام امشي الفكره براسك اوكي ستو ساندي وبريمو جايين كويسين حبيت الفكره اوه فانك اوه نايس بس تيمي ضد دماج ليه كده داشين على فانج ومعه سوبر وبدون ستار باور بعد كم قوسهم بعد اربع اشهر من التعب ليش قاعد ترفع بالفولي بول انت اول انسان شفته يرفع بالفولي بول اوكي قاعد يعمل مايستري اوكي والله في كثير عم صعدوا مايستري شباب لو انت حاليا بالفيديو هلا وقاعد تشوفني وقاعد تسمعني الحين وصلت او جبت اي لقب بحياتك او لا لان المحتوى الاجنبي جاب انه حرفيا محتوى العربي ماشي اخر فتره صايره تذكر اول مره جينا عليه كان فله بس او ذول على الفيديوهات ما خلصت مدتها اتذكر من اول ما بديت سلسلة تيك توك هم يمنوها وللحين ترى مين عشان نجيب دعم بالتيك امبير اوه ايديت سو اول مرة اشوف ايديت البروفايل حبيت دود والله الفكرة رهيبة والله ايديت كلين والله الايديت كلين مع اي طاقة تيجي فيها تغيير سكن او تغيير شيء فدود رهيب 19 داني 23 داني ما تغير داني طيب نفس ما هو 18 فرانك كمان فرانك ما تغير دود نفسهم بس ما يكبروا ويمكن ان شو اسمه راين تغير شوي وات ذا الو او اش ما يعرف اش شاب هو احسن كوتش موجود لبراول يا الله لعب بانك يا الله لعب بانك قرف والله قرف اجينا عدد الفتح حتى تحت فيديو كذا حزين قلت لك فوق شيء قديم ببراول وخلاص هاي هو حزين هاي شباب ايش هاد؟ هلا؟ الو؟ نشيك اللعب ضايع حبتين دود شوف السوبر حق ماندي تشوفها كامل صح ماندي والله تصدق شوف بالبدايه السوبر ماندي رهيبه تقدر تشوفه وين توصل
بريمو. لا السلام عليكم ولا عليكم السلام ولا واه. ايش يصير؟ ايش يصير؟ ايمز ايمز. ذا اسوء جيم بلاي شفته لبراول. بريمو عصب بريمو عصب يلا بريمو تريك. كبسها اوتو كبسها اوتو. اخ شقيت. ولا هذا قاعد بس يعلمهم ولا وش؟ هم حلوين بس هل حيزبطوا الماتش اصلا؟ عاد قاعد يعملون بروم؟ ما ادري قاعد يعملون بروم ولا بس نايس تريك نايس تريكس. شو قاعد يعملون بروم؟ اي قاعد يعملون بروم او مش روم او ردودهم قاعدين يلعبون ما ادري الصراحه. ضعت سوبر اوكي. هم ولد تريكات حلوين بس ما ادري هم روم. بس ما ادري انه روم. شوف اسامي قاعد تكرر يمكن ما دريت. هو صار شاب شفت الانيميشن الجديد حق الروسيين ذيك القناه الروسيه غريبه فنزلت انيميشن جديد شفت يمكن اول ساعه من نزول حده كان رهيب. ماكس عم تعاني بالصوره ماكس عم تعاني بالصوره. اسمع لو ماكس يطلع من هناك حسب باللعبه. لو ماكس يطلع من هناك عايش حسب باللعبه. يا اخي ليش هيك اشياء ما بتصير معي؟ صدقوني لو انا هناك تمام شفت الميج اللي قاعد يضرب علي كان حيجي يدش فيني بحيث يقتلني وياخذ البوارات. انا اشك بهالاشياء هذه انا اشك بهالاشياء هذه. اوه ماندي ما بنفضل لي لماندي بذا. سوبر؟ سوبر ثاني؟ يا والله رهيبي ماندي بذا الماب رهيبي. دود حتى البوني كثير العب فيها بذا الماب. هي اصبر اصبر. اول شعر هو شعر لبراول؟ كانت براول كذا؟ الثاني ممكن ايه، الثاني ايه. الباين ايه بس الاول هيك كان؟ ما ادري لو اول واحد صحيح او لا. باين ايه؟ بقول لك كثير وعدت بهذا الموقف انه يكون 1 في 3 واكون شخصية ماينوس مستحيل تفوز. لو انت بدك تفهم مستحيل تفوز. هاي بدك سبراوت يعني بعدين بدك قاذف. يلا سبراوت احول مني بسبراوت ايش ذا؟ ايش هاد؟ سيئين. انا بتلهم نروح على اليمين نقدر نضرب ضربة عادي بس دود ايش هاد؟ باوسر ازرادي اوه ذي حقت ال قد شفناها قبل مرة بس هيك الفيديو ما يمل منه. من جد يجيب لك حتى الكلب والتاج كمان. مايسي ستوب 2023 ما حد قال مايسي اوب كثير اوكي يا ويو تنفع بس ستو 2021 يا الله ذيك الايام ذيك الايام يا شباب كانت العالم بتاخذ بيبي ضد ستو وبي ما تقدر تسوي شيء. روفس كان سبام تلقات اي بعدين نزلوا سنه تلقات سيرج 2020 سيرج الحين هو بس انه اوكي اوكي كان وقتها كمان بروكن. بس شوف اذا تقارن هانك بذول الابطال هانك احسن تمام. هانك يوم نزل ما في بطل نزل نفسه رجال هيلو 9100 وشي زي هيك مع الجير الدرع وعنده دمج بيوصل لك اكثر من 5000 بسبب الجلتش كان صاير. فلا هانج راني بدي يحتل المرتبه الاولى اكثر من باستر واكثر من كل الشخصيات. هو رسام بدمجهم ولا وش؟ ولا بيعملهم سكنات؟ شو يسوي؟ يا بدمجهم اوكي. عندنا فرانك سكن لفرانك ومورتس وايمز اوكي. هذا اول شيء دمج لفرانك مع الايمز. ابي منهم كلهم نفسه اوه عمل عيلي لهم. يا طيب في مسابقة على سكين فانج الحين وش عليك فيها؟ حتى طول السكين نفسه دود والله ذا احلى والله رهيبين دود والله رهيبين. كان يصيرون ان شاء الله شباب انا هيك اديتات على التاج مليون ساعة بفهمهم. ابي احد يشرح لي قاعد يصير شو كمية الرياكشن الاشياء الموجودة. سيرج بيقدر يعيش؟ والله وضل نايس. ها ايام التي في هوب سوبر بس كيف قدر يرد؟ صبر 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 كيف سكويك ما قتلوه؟ نازل التليبورت
خليت القنبلة تبي تسكوك تضل مكان سيرج القديم تفجر هناك وسيرج بعد عنهم ولا وش؟ ذا الشي حاليا وصار مستحيل يزبط لانه خلاص سكويك لزيت فيك تضربك تضربك تضربك. اوكي وين اكس؟ على فكرة النغمة رهيبة. برا 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 برا. فاصل واحد يلا فاصل واحد. دود ربي النغمة رهيبة. ماش معاه بس فاصل واحد. دود كرو ذيك اللقطة حدا غبي. مش بيك سوبر درجة كان يطير 70 متر. شوف 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 ايش زي رجال. بس هو براوز ساز جليتشز. دود عقدة كرو كتير سخيفة. شوف تريك شوت جديدة حرفيا. مورتيس مورتيس هلا ممكن انه مسرع الفيديو قريبا ان شاء الله حنزل لكم شورت بنفس الطريقه بنفس التاريخ ده. اصبر علي. دود مين لسه يلعب بول؟ قول له والله بول تايم والله عمل شغل قدر يدمج وقدر يرجع بعد. بولا معاني يا شباب بس والله قاعد يعمل شغل والله. اول ما اشوف البول لعيب غير بيكا الحين لو نفخ يدي يعطيه سوبر ويروح عنده. عنده جهاز لسه عنده جهاز عندك جهاز تقدر تدوس بس ما تدخل فيها. يقدر اوه ذي هو بليد. رحب بالبان اذا قاعد يعمل سبيد رون بان يا شباب. على فكرة ايش قصة هذه الحركة؟ عاد انا حزرت عليها بعد ذكرى من نزلت الفيديو اللي وقتها نزلت لي الاشياء اللي نزل فيها شيء وقتها حزرت عليها انه احد يمنعش الا ياكل بان. وذا الشخص اكل بان على فكرة لانه قاعد يعمل شيء غلط. هو يعرف انه هو شيء غلط بس عمله فلقن بان فهو قاعد يعمل سبيد رن بان. اكل اشياء بنكون صورة الفيديو ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. اعتقد انه حتاخر بفيديو التيك توك الجاي شهرين زيادة لانه ما قاعد اشوف نفس فيديوهات التيك اللي كنا نشوفها اول. انا ابي اشوف لك حماس وابي اشوف ميمز وابي اشوف اكشن بس انا قاعد بس اشوف نفس الاشياء. بعد اخر فيديو جات حق التيك توك.